رئيس المخابرات السوداني المستقيل، مهندس العلاقات الاستخباراتية السودانية الأمريكية في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وعراب كسر الجمودي في ملف الإرهاب صلاح عبد الله غوش، بات ممنوعاً من دخول الولايات المتحدة هو وعائلته وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. بومبيو قال إن المنع جاء بسبب تورطه بانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان في السودان. المنع طال أيضاً زوجة غوش وابنته، فالإدارة استندت على معلومات موثوقة تفيد بتورط الرجل واستغلاله لمنصبه السابق في تعذيب كل من يقع تحت يده. لتأتي الخطوة الأمريكية بموجب المادة 7031 جيم ضمن قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الأجنبية، التي تعطي الصلاحيات للخارجية بمنع دخول أي أفراد أو مسؤولين يثبت تورطهم في تهم فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان. ورغم محاولات غوش السابقة في توطيد صلاته مع المخابرات الأمريكية التي كان يرأسها بومبيو في ذلك الوقت، إلا أنها لم تشفع له، حيث أشار الوزير الأمريكي إلى أن المساءلة القانونية ستطاله ومن تورط معه في الانتهاكات، مؤكداً دعمه لمطلب السودانيين في الانتقال لحكم مدني يحمي حقوق الشعب السوداني ويلبي تطلعاته. نضال النعيم، العربية.